كلنا نعرف تطبيق اربح مع دراغانوف شحن جواهر فري فاير مجانا، تحتاج الى 10000 نقطة لتحصل على 100 جوهرة، وهذه النقاط متعبة جدا، فيها 10000 نقطة فهي كثيرة جدا وصعب الحصول عليها. ولكن انا في هذا الفيديو جبت لك نسخة مهكرة من تطبيق دراغانوف فيها نقاط كثيرة يمكنك شحن منها جواهر فري فاير. انت وحظك، يمكن ان تصلك الجواهر، يمكن لان هذه النسخة مهكرة. ولكن قبل ما اشارك معكم النسخة والطريقة، لا تنسى وضع لايك للفيديو اشتراك في القناة وكتابة تعليق يا صديقي فيه الاي دي الخاص، لانني سوف اقوم بمسابقة على 100 جوهرة، 3 فائزين ان شاء الله. فقط اكتب الاي دي الخاص بك وانتظر الفيديو القادم، سوف ترى من الفائز يا اصدقاء. هيا اترككم مع شرح الطريقة. خطوة، اضغط على الموقع الموجود في الوصف، ثم قم باختيار جواهر اربح مع دراغانو، ثم اضغط على هاك ناو. هذا الموقع يتوفر على العديد من التطبيقات المهكرة مثل كوين ماستر، فيفا موبايل، بي اس موبايل، فورتنايت، جميع الالعاب يا اصدقاء. هدفنا هو تطبيق اربح مع دراغان، ثم نضغط على هاكنا، ثم ننتظر هذا الشريط الازرق الذي ترى هنا حتى يمتلئ بالكامل، ثم سوف نستطيع تحميل التذكره. ويحولك الى هذه الصف، سوف يخبرك ان كي تحميل التذكره يجبك تنفيذ عرض واحد. لماذا يطلب منك تنفيذ عرض واحد؟ كي يتاكد انك لا تسرب، ويحمي التذكره من الاختراق يا اصدقاء، وكي لا تكشفوا الشيء. نقوم هنا بتنفيذ عرض من هذه العروض. يمكن ان تظهر معك عروض اخرى، العروض تختلف من دوله الى دوله اخرى على حسب هاتفك ودولتك ونوع هاتفك. مثلا في دولة المغرب ستظهر معي هذه العروض، يطلب مني إجابة هنا عن 6 أسئلة، هنا استبيانات. يمكن على حسب العروض تختلف في أصدقاء، يمكن أن يطلب منك تحميل تطبيق وفتح أو إدخال رقم هاتف أو أي شيء. وهنا نقوم بإدخال هذا العرض، مثلا نقوم بإجابة هنا عن هذه الأسئلة البسيطة. هنا تقوم باختيار ما هو جنسك، ذكر أو أنثى. نعم هكذا. وهنا هل تمتلك 18 سنة؟ تضغط على نعم. هكذا. نعم، تقوم بإجابة عن هذه الأسئلة، فقط 6 أسئلة بسيطة، ثم سوف تكون نفذت هذا العرض يا أصدقاء بنجاح. والحين سوف نستطيع تحميل التذكير. انتظر فقط 10 ثواني، ثم سوف يحولك إلى هذه الصفحة كي تقوم بتحميل التذكير. تضغط على داونلود، ثم سوف تستطيع تحميل التذكير. قم بمسح النسخة القديمة وقم بتثبيت النسخة الجديدة يا أصدقائي كي تستطيع الحصول. وقم بسحب 100 جوهرة فقط يوميا، لا تسحب كثير من الجواهر كي لا يتبند حسابك في التطبيق وتغلق الثغرة يا أصدقائي. عندما يكون تحديث جديد سوف أنزل لكم فيديو إن شاء الله تحديث الجديد يا أصدقاء. كان معكم أخوكم عمر، أحبكم جميعا.